في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر المنظمات والشبكات المتعاونة في إدارة وتوفير أسباب النجاح في هذا اللقاء أو هذه الندوة. وغني عن القول بإيجاز شديد بأن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي منذ عقود طويلة كان له مواقف ومقاربات ورؤية حول ضرورة أن يكون لتونس تصورا تنمويا جديدا مغايرا يقطع بشكل نهائي مع المنوال التنموي المعتمد الذي أثبت فشله على جميع الأصعدة الاقتصادية والتنموية والسياسية. ومن هذا المنطلق فإننا نعبر عن مساندتنا المطلقة لهذا التمشي الذي من شأنه أن يقيم الدليل مرة ثانية على قدرة المجتمع المدني على تصور الحلول والبدائل المجتمعية التي باتت تونس في أمس الحاجة لها. ونعتقد أن المنوال التنموي هذا من المسائل الرئيسية التي وجب على كل القادرين والكفاءات والجمعيات والمنظمات ذات العلاقة أن تفكر جديا في تصورات تأخذ بعين الاعتبار لتطلعات أبناء شعبنا والشعارات التي رفعتها ثورة 17 ديسمبر والتي يمكن أن تكون خارطة الطريق في هذا المنوال الجديد، باعتبار أننا لا نرغم أن نعيد إنتاج منوال تنموي قامت ضده ثورة شعبية اجتماعية واقتصادية، وبالتالي لابد أن نفكر في منوال يكرس التشغيل لكل طالبين، يكرس العدالة عن مستوى التوزيع الثروة للفئات والأفراد والجهات، يكرس منوالا تنمويا يخلق الثروة، لأننا من أولئك الذين يؤمنون بمبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وإنتاج الثروة حتى يصار لنا القدرة على توزيع هذه الثروة. وبالتأكيد أنا لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا الصدد، ولكن سأعرج قليلا حول موضوع الساعة المتعلق بمسألة الحوار الوطني للاقتصاد. الجميع يعلم بأن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي علق مشاركته في الحوار الوطني للاقتصاد بناء على الورقة التوجيهية التي أعدتها الحكومة في علاقة بهذا المؤتمر. ومن المآخذ التي طرحها الاتحاد تتمثل رئيسيا في إقصاء هذا المؤتمر في عديد المكونات المدنية والمكونات المجتمع المدني ذات العلاقة. ومن الأشياء التي استغربنا لها كثيرا وأن شركائنا في الحوار الوطني ولا سيما الرابطة التونسية التي بعد الإنسان والعمادة الوطنية المحامية وقع إقصائها من المشاركة في هذا المؤتمر. يضاف إلى ذلك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن عديد الجمعيات ذات العلاقة. وكان موقفنا في الاتحاد في المراسلة التي وجهناها إلى رئاسة الحكومة تقضي بضرورة أن يقع توسيع قاعدة المشاركة وخاصة للمنظمات والجمعيات ذات العلاقة والكفاءات الوطنية ومن الخبراء الجامعيين الذين يعتد لهم بدراساتهم ووجهات نظرهم في هذا المجال. يضاف إلى هذه المآخذ المنهجية فإن الاتحاد أيضا يرفض رفضا مطلقا أن تكون يعني يكون هذا المؤتمر محكوم باستحقاقات سياسية يراد فرضها تحت غطاء توافق وطني في علاقة مباشرة بإجراءات مملاة من خارج الإرادة الوطنية. بمعنى آخر وأدق فإن الحديث عن إلغاء صندوق الدعم بطريقة اعتباطية وعشوائية وفورية هو توصية من توصيات صندوق النقد الدولي، ونحن بقدر ما نتفهم
تحديد توزيعه، ولكن هذا نقولها عاليا من هذا المنبر، فان الاتحاد العام لقسم الشغل سيقاطع مشددا متى تبين له وان هذا المؤتمر الهدف منه هو اتخاذ اجراءات لا شعبيه تحت غطاءات مختلفه. والدليل على ذلك وانه بمجرد ان استجابت الحكومه الى مطالب الاتحاد التي رفعها لدى رئاسه الحكومه بعد اقل من 24 ساعه يطل علي اكثر من وزير ليبشر التونسيين والتونسيات والضعفاء والوسطاء ومن المفقرين باجراءات تاتي في سياق ما يسمى ترميم ميزانيه 2014 في علاقه بالرفع من تعريفات النقل، في علاقه بالرفع من سعر البنزين، في علاقه برفع سعر السكر. نريد ان يكون واضحا لدى الحكومه والمشتغلين على هذا المؤتمر الوطني للاقتصاد فان مشاركه الاتحاد لن تكون متى كانت هذه السيادات وهذه التصريحات حقيقه فعليه، ستجد طريقها للتنفيذ سواء كان قبل المؤتمر او اثناء المؤتمر، لاننا نرفض ببساطه ان نحمل الفقراء والطبقات الشعبيه فشل اختيارات وسياسات تنمويه سابقه وقائمه، وبالتالي فاننا نريد من هذا المؤتمر الوطني للاقتصاد هو ايجاد المقاربات السريعه ومعنى الحينيه لحل اشكاليه التوازنات الماليه في الميزانيه العامه، وهذه التوازنات لا يمكن ان تكون لها ان يكون لها حل الا عبر نظره جديده واجراءات جديده في علاقه بالجبال، وبالتالي فان الاجراءات التي بدا الحديث عنها موقف الاتحاد سيكون ثابتا مرفوضا ورافضا لكل هذه الاجراءات. اخوتي واخواتي واصدقائنا سواء كانوا من المنظمات والجمعيات او الجهات الراعيه لهذا المنتدى، احييكم ونجدد شراكتنا الحقيقيه باتجاه ما يخدم معنا اقتصاد وطني يكرس